الأمور المتقدمة للتعامل مع برنامج مايكروسوفت وورد هو إتقان التعامل مع الجداول. إزاي أدرج جدول إلى المستند؟ أول حاجة لازم أخد بالي فين واقفة الإنسيرشن بوينت أو علامة الإدراج. علامة الإدراج بتديني فلاش أي عنصر حدرجه من قائمة إدراج، وهنا هنتكلم عن الجداول، هيتم إدراجه في النقطة اللي المؤشر واقف فيها. لما اضغط على السهم الصغير اللي تحت جدول هلاقي اكتر من خيار، عندي 6 خيارات لادراج جدول. ممكن ببساطه اتحرك بالشكل ده، بلاحظ ان في عدد اعمده وعدد صفوف بتكتب قدامي، ومجرد ما هضغط كليك بيتم ادراج جدول في النقطه المحدده بالعدد اللي مكتوب عندي. هعمل تراجع كنترول زي وهعمل طريقه اخرى لادراج جدول، وهي الاسهل في نظري ان انا اختار ادراج جدول عشان بشكل واضح يظهر لي مربع حواري في حجم الجدول، واختار عدد الاعمده او اكتبهم بالشكل ده، وكذلك عدد الصفوف. هنا اسلوب الاحتواء التلقائي ما نشغلش بالنا بيه لحد ما ندرسه في فيديو اخر، وهضغط موافق. هنا 8 اعمده في 8 صفوف. دي الطريقه الثانيه لادراج الجدول وهي الاسهل في نظري. هحذف الجدول من تراجع كنترول زي او احدد الجدول من علامه التحديد، ومن لوحه المفاتيح هضغط باك سبيس لان ديليت هتحذف محتوى الجدول، اما باك سبيس هتحذف لي الجدول بالكامل. ادراج جدول بطريقه اخرى موجوده عندي هنا اني ارسم جدول، ودي اصعبهم. في الحاله دي هبتدي ارسم الجدول بالشكل ده واحدد الصفوف والاعمده وبحسب الخلايا، ودي طريقه طبعا بتكون اصعب وبتكون بتاخد مني وقت اكبر، عايزه طبعا دقه في التعامل، لكنها ما زالت متاحه اني ارسم الجدول. الطريقة الرابعة لما يكون عندي نص موجود بالفعل مكتوب ومنظم، أنا بحدده النص ده وهحوله إلى جدول. في الحالة دي هقول له إدراج، ومن قائمة جدول هختار تحويل النص إلى جدول. حسب لي عدد الأعمدة بحسب النص المنظم وعدد الصفوف، وأنا وافقت على كده. بلاحظ إن حط لي أبيات الشعر بما إنها مكتوبة بعلامة تاب اللي هي الجدولة أصلا في جدول. الطريقة الخامسة لإدراج جدول إن أنا أحدد الجدول لكن من برنامج إكسل. هستدعي امكانيات برنامج اكسل داخل برنامج الوورد، هيفتح عندي جدول بنفس امكانيات اكسل اللي اقدر اكتب فيه ارقام بالشكل ده، واقدر اعمل عمليات حسابيه باستخدام اكسل. في الحاله دي هقول له جمع تلقائي وانتر، واستخدم كل ميزات اكسل. لو خرجت بره الجدول برجع للريبنز او الاشرطه بتاعت برنامج الوورد، لو دخلت جوه بدخل جوه برنامج اكسل وابدا اتعامل مع اكسل بكامل امكانياته. دي طريقة لإدراج جدول إكسل داخل جدول وورد لكن بإمكانيات برنامج إكسل. الطريقة السادسة والأخيرة إن عندي مجموعة جداول سريعة موجودة زي النتيجة الإجمالية، أنا بختار حاجة زي كده زي التقويم، وممكن بعد كده أعمل تعديل، وده مش حقول أعمل لها تحديث، لكن أنا هحدث ده بشكل يدوي. بعد ما أدرجنا الجداول بطرق مختلفة هنشوف إزاي نحذف الجدول. أول حاجة أحدد الجدول من العلامة دي اللي بتحدد لي كامل الجدول. لو ضغطت ديليت من لوحة المفاتيح هيحذف لي محتويات الجدول، أما لو ضغطت باك سبيس يحذف لي الجدول نفسه. وبلاحظ إن أدوات التعامل مع الجداول الريبنز الأشرطة اختفت. هعمل تراجع عشان الجدول يظهر تاني. بلاحظ ظهر عندي شريط أدوات اسمه أدوات الجدول، بينقسم إلى التاب تصميم والتاب تخطيط. هنشوف في الفيديو القادم إزاي نتعامل معهم. احنا في الفيديو ده كل الطرق لإدراج جدول، انا اللي بيعنيني ان اعرف اي طريقة واحدة لإدراج الجداول. نتابع الفيديو القادم ونشوف ازاي هنكمل تعاملنا مع الجداول.